واحد من الشباب ديال حي غاشي ديال 3، وكان لي الشرف انني نكون انا الاول في هذه البادره اللي تجمعوا فيها السكان ديال الحي. السكان ديال الحي اللي جمعنا بعضياتنا والدراري والشباب، ما كان حتى تضامن من شي حد اخر، كان غير السكان ديال الحي. وداك الشيء كان 100% من السكان ديال الحي اللي تعاوننا ماديا، كوتيزينا بعضياتنا وداك الشيء باش نقيو هذا الحي ديالنا كما كتشوف هذه الصباغه وهذا الشيء. حيت قبل من ديروا هذا الشيء الا كانوا لي فوتو قدروا يدوزوا عندكم ولا شي حاجه، كانت حاله يرتلاها. ومازال ان شاء الله بغينا نديروا شي ميساج اخر ان شاء الله من هنا لقدام. بغينا ندير واحد الرساله مثلا ديال طبيب الفقراء اللي كاين في مصر، بغينا نحطوه هنايا كرسالة للأطفال شباب. كاين اللي غيشوفو غيتعرف عليه غيعرف أنه هو بحياته الفقراء وداك الشيء. وكانوا حوايج بزاف زوينين عشناهم اليوم كشيوخ شباب أطفال، كل شيء ساهم أجيال بزاف، يعني جيل طلق الجيل أن تعاوننا مجموعين. كانت باديرة طيبة، وكنت منه حتى مثلا أحياء أخرى ياخذوا منا هذه الباديرة ويديروهم تاهي في الأحياء ديالهم. من بعد اتفقنا ان حيت تقريبا الناس اللي كانوا كيوسخوا راهو ما شاكوا معنا تقريبا في هذه المبادره، وعاف الله عما سالا، فهمتي؟ داك الشيء اللي داز راه داز، حنا ما غنبداوش نرجعوا للماضي، وكنتمناو في المستقبل يكون كل شيء مزيان. حنا ما بغيناش نعاود نرجعوا لداك الشيء الاول، شكون داير ولا شكون اللي ما دارش. المهم حنا قادينا، وكنتمناو تبقى غاده بحال هكا، فهمتي؟ حنا غير كونفينمون اللي جلسنا شويه ما جالسين من الخدمه، قلنا نديروا شي حاجه زوينه في الحي ديالنا. اخويا واحد من الساكنه ديال هذا الحي قمنا بهذه المبادره بدون اي دعم، فهمتيني؟ لا من جمعيه لا من جماعه لا من اي من، مبادره درنا حنا ولاد الحي. كندوزو من هنا كيبان لنا الحائط في شي رسومات لا تعلق دون المستوى، شي كلام فاحش. حنا ضرنا خاطره كيدوز بنادم باساجي من هنايا كيحكم على كل شيء، فهمتيني؟ كيقول لك حاشاك السمكه كتخن الشواري، فهمتيني؟ حنا قمنا بهذه المبادره، جبنا واحد شويه صباغه تعاوننا، وانت كتشوف الحمد لله النظافه راه من الايمان. كيف جاتكم الفكره؟ الفكره ودي اخويا طاحت علينا تلقائيه. البارح مريحين في الدرب بحال هكا كنديروها، قلت لهم الدراري حشومه، ومع ديجا كانوا كيدوزوا رجال الامن من هنايا كيقلبوا على واحد الوحدين ماشي من الساكنه ديال الرشيديه، ديال النقطه اللي بغيتكم تعرفوا. دابا الساكنه ديال الرشيديه مسكينه ها هو خد التهمه. ربما هذيك الكتابه كانت كتسيء الحي. الله يرحم والديك. كيجيو من احياء بلا ما لا داعي بذكر الاسماء، كيجيو من احياء اخرى كيبداو يلو. شوف دابا واحد غيجيب باساج ما غايقولش هاد الناس راه، يقول هذا ولاد الدرب شنو دايرين. قلت لهم الدراري من الاحسن غادي نتفقوا نجمعوا واحد شويه، غادي نجيبوا الصباغه. حنا راه من 8 ديال الصباح خويا حنا خدامين، عمل تطوعي. الرسومات ان شاء الله بغينا نرسموا واحد الطبيب ديال الفقراء، وكنحاولوا ما امكن اننا غادي نكتبوا واحد، غنكتبوا كوفيد 19 وغنرسموا ان شاء الله رجل امن مع شاور رجال الامن وسير شاور المرتبه الاولى دكتور رجال الامن والدكتور والمخزني، اي واحد ساهم في هذا، سمعتيني؟ ساهم في هذا كوفيد 19 وفي هذا الوباء وفي هذا. حنا كان لنا سمعتيني كامل الشكر لرجال الامن اللي واقفين، والتحيه لهم والتحيه لمحمد السادس والتحيه للناس اللي واقفين على هذه خذ مني يقينا. حنا فهمتيني ملتزمين وواخدين عهده على نفوسنا، فهمتيني؟ حنا ولاد الساكنه ديال الرشيديه، وحنا غادي نحاولوا ما امكن. يبان شي واحد باساجي ينفو غادي يحط شي حاجه ولا شي حاجه غيلقانا حنا اهبه الاستعداد اننا غادي نحاربوه، سمعتيني؟ غيلقانا حنا ودايرين ديجا كاينين كاميرات، واحد كاميرا ليه كاميرا ليه كاميرا ليه. هاد الشيء ان شاء الله ما غادي يزيد، ان شاء الله غيزيد في التطور، غيزيد من القدام. حنا ما غنحاولوش باش نرجعوا مارشارين، ديما حنا في التطور. رساله اخيره كنوجه هذه الرساله لجميع الشباب اللي في المغرب، ما غاديش نحدد في المحمدي، اللي في المغرب طول مون اللي في المغرب ياخذوا هذه البادره. شي حي شي جريده شي حاجه، فهمتي؟ بنادم شي حاجه زوينه احسن من شي حاجه خايبه. ودائما التوعيه، شي التوعيه افضل من التسليه، فهمتيني؟ بنادم شي حاجه اللي عمر بها الدماغ ديالو. هذيك الاجيال الصعيده كتاخذ مثال من الاجيال اللي فهمتي كيفاش، كيبان له واحد كبر منه في اللاج قال لك من شب على شيء شاب عليه، والانسان ابن بيئته، ومن ترعرع في المياه العذبه ليس هو من نشا في المياه الضحله. الشيء اللي بغيت نوصل لنا، اسمح لي يا خويا راه معك. وشكرا لكم، وشكرا للطاقم التقني، وشكرا للاخ صالح، وشكرا للحاج اللي واقفين معنا معاونيننا ومساندينا. الله يرحم والدينا، هذه هي الكلمه الاخيره اللي نبغي نوجهها.